انا النهارده قررت ان انا اعمل مفاجأة لبابا، وان انا اعمل له عصافير لذيذة وان شاء الله تعجبه، وهعملها له مفاجأة حلوة جدا. هعملها في الطاجن في الفحم وهتكون طالعة جامدة ان شاء الله تعجبه يا رب، وان شاء الله يتبسط. وهي عصافير بلدي ولكن متنظفة ونضيفة وفيها كل حاجة حلوة، يعني متنظفة ودلوقتي هنشوف واحنا بنعملها وماما بتساعدنا، تابعونا. انا النهاردة قررت ان انا اعمل عصافير بلدي في الطاجن في الفحم لبابا، وهكون عاملها له مفاجأة، ويا رب تعجبه ان شاء الله تكون جميلة وتعجبه. ودلوقتي هعملها وماما هتساعدني عشان نعملها في الطاجن عشان تخش الفحم. ودلوقتي هنعملها انا وماما، ودلوقتي هنعمل الطاجن مع بعض. ودلوقتي هخلي ماما تساعدني عشان نعمله مع بعض ويكون جميل. يا ماما. الله، انت عامل لنا مفاجأة بقى. ايوه. دي ايه ده، عصافير بلدي؟ ايوه. ما شفتهاش بقالي كتير ولا كلتها اصلا. ايه رأيك فيها؟ جميلة. انا عاملها مفاجأة لبابا. بس ربنا يسترها وبابا ما يجريش ورانا. يا رب. يا ماما بس. انت جايبة لنا ايه النهاردة عشان نعمله في الطاجن بتاعنا الجميل؟ انا محضرة لك العصافير نظيفة. ايوه. والبطاطس. والبطاطس كمان شرايح. عشان بما انك هتعملها في الطاجن في الفحم. ايوه. وبصل شرايح. شرايح بصل كمان. وطماطم شرايح. وليمون شرايح. ليمون شرايح عشان يدي طعم. اه. والتوابل بتاعتنا اللي ان شاء الله هنحطها في الطاجن واحنا شغالين. ماشي، يلا نبدا بقى. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هنحط البطاطس ولا البصل؟ البصل. بصل اول حاجه. البصل تحت. يلا هعمله معاكي ان شاء الله تكون حلوة وتعجب بابا ان شاء الله. قدينا يا جدعان ان شاء الله يا رب تعجب بابا ان شاء الله. هي جميلة جدا واكيد طعمها هيطلع حلو، صح يا ماما؟ طبعا، وبالاخص انها في الفحم. ايوه بالاخص، لان الفحم حاجة اللي في الفحم دايما بتبقى صحية وحلوة. واحنا دلوقتي كده يا ماما بنقطعها حتت، صح؟ لا، احنا بنفردها في الارضيه، البصل من بعضها في الارضيه، صح؟ الطاجن من تحت. ايوه، في ارضيه الطاجن. تمام. بعدين هنحط البطاطس، صح؟ تمام. بس طبعا بعد كده شرايح البطاطس. شرايح نرصها كده جنب بعض بالتساويه. بس كده. بعدين نحط العصافير، صح؟ ثانية، عشان لازم يكون الطاجن من تحت كله بالشكل ده. ايوه. يبقى حطينا فرشة بصل والبطاطس. بطاطس فوق البصل. بعد كده هنحط العصافير. العصافير. طبعا نرصها ونغذي كل حتة. بعد ما اتنضفت بالخل والليمون. نضفناها كويس بره وجوه. ايوه. طبعا نضافة حلوة. طبعا نحاول نرصها في الارضية كلها. وهتعمل ايه تاني يا ماما؟ حط ايه تاني كده؟ ده شكل العصافير لما اتحطت في الطاجن، شكلها جميل جدا ويفتح النفس. جوعتني يا سميرة، الله يسامحك. طبعا هنرصها داير. نحط طبعا شرايح طماطم ما بين العصافير كده عشان تكون جميله، صح؟ ايوه، عشان تدي كمان البطاطس اللون الاحمر الجميل. ايوه، ده لازم. كانك بتعمل بالظبط صينيه بطاطس في الفرن، بس الاختلاف ان انت بتحط العصافير دي في الطاجن
والله شكلها جميل فعلا، ان شاء الله تعجب بابا. ان شاء الله ربنا يستر ما يجيش ورانا يا رب. ده الصوص بتاع الطماطم بنحطه عادي جدا، بعدين البطاطس نحط شرايح الليمون كده. ايوه ليمون. هي اصلا ما بتاخدش وقت ولا مجهود. طبعا ده شكله يا جماعه، هي جميله جدا. هيبقى طماطم طبعا ده شكله جميل. ماشي يا ماما، لسه بقى اما اخلص الايه، لسه بقى ايه نلف بقى رص، نلف البطاطس، بطاطس في الطاجن. ايوه حاجه بصراحه تفتح النفس على الاكل وجميله، شكلها جميلة جدا. لا والأهم من ان هي جميلة صحية، أكلة صحية وكمان فحم بالذات يعني، شكلها جميل. بطاطس صغيره هاتها هنا في الحتت اللي ما خدتش. ايوه وده كده شكل الطاجن اهو، بس شكله جميل ما شاء الله ازاي. أيوة. تمام. شرايح الليمون طبعا بتدي ريحه وطعم. بعدين هنحط الصلصه هنا، حاجتنا تبقى نضيفه كده ولايقه ومطبخنا رايق. نضرب الطماطم في الخلاط. ايوه نضرب بقى الطماطم في الخلاط، بس هنحط لها بقى حبه توابل كده ايه بسيطه تدي ريحه وطعم. ايوه حط الفيشه يا سمير. ايوه ونحط بقى كده توابلنا الجميله اللي هي ايه؟ اللي هي عباره عن حبه قرفه. ايوه قرفه بتخلي الاكل ريحه وطعم جميل. كمون، حبه كمون برضو، كمون كزبره دي. ايوه كزبره، كزبره ناشفه. اخر حاجه معانا، واخر حاجه معانا اللي هي الفلفل الاسود. ايوه الفلفل الاسود ده دايما اساسي بيبقى في اغلبيه الاكلات يعني. عملت كنت تجيب لي الملح؟ ثانية واحدة. جيب الملح. لقيته؟ الملح اهو. كميه قد ايه؟ حاجات بسيطه بس ايه عشان طبعا الملح الزياده ما بيبقاش حلو عامه ولا بيبقى صحي. نحط بس حاجه بسيطه اللي هي تدي ايه طعم بسيط للاكل، لان الملح الكتير اصلا مش حاجه كويسه يعني. يعني حاجه كده ايه بسيطه. وكل واحد على حسب رغبته برضه، بيحب يزود ملح بيزود، وبيحب يقلب يقلب. كده خلصنا استخدام الفلفل.
الخلاط. شيله يا سمير. حاضر. كده هنحط الطماطم، الصلصه بالتوابل اللي عملناها، نرش الطاجن من فوق. ايوه شكلها جميل. كده حطينا الطماطم كلها اهي. طبعا ده الشكل، شكلها تحفه. الا بقى طعمها لما تخلص هتبقى جميله جدا. ممكن بقى يبقى فيه متوفر بقى ايه، ورق فويل، او في فكره تانية احلى، لانها بتكتم الحراره خالص. واللي هي ممكن نجيب الدقيق طبعا. الدقيق صح؟ الدقيق هنضربه في حبه ميه عشان نعمل طبقة عجينة عاملة زي الرغيف بالظبط، ونقفل بقى وش الطاجن. عشان نقفل وشه صح؟ اديني معلقة. اتفضل. مش عايزين العجينه تبقى طريه عشان ما تنزلش فين في الطاجن. نقلبه كويس عشان ما يكلكعش، لان كده كده هعجنها دلوقتي على الرخامه زيها زي الايه، زي عجينه البيتزا كده، هي تبقى برضو ناشفه بنفس الطريقه. هي محتاجه دقيق تاني؟ ممكن محتاجه حبه بسيطه نزود عشان الطاجن وشه ما شاء الله كبير، عشان تكفي معانا الايه، وش الطاجن كله. نرجع نعجنها تاني. طبعا احنا في شتا، في الاكلات اللي بتبقى في الفحم والطواجن والحاجات دي بتدفي وتشبع. كده هبدا المها بايدي. لازم تكون يابسه كده. لو حسينا انها طريه شويه بنزود لها حبه دقيق بصوت. فضي حبه دقيق يا سمير. خلاص كده كفايه. عشان العجينه لازم تكون يابسه عشان خاطر تقدر ايه تقفل بيها وش الطاجن. اهي بص عامله زي عجينه البيتزا بالظبط، بس
طبعا عجينه البيتزا بيبقى محطوط لها حاجات تانية زياده، حبه خميره، ملح على حسب. بس احط حبه دقيق على الرخامه كده، كفايه مش هنستخدم دقيق تاني. لازم تكون يابسه جامد علشان ايه ما تسقطش في قلب الطاجن. لما نشوف يا سمير الاختراع بتاعك ده، يا رب يعجبنا ان شاء الله. عشان لو عجبنا كل حاجه عايز تعملها هساعدك فيها ونعملها مع بعض. ماشي. كمان عشان خاطر الاكله الجميله اللي انت وريتها لي النهارده دي، انا محضره لك مفاجاه هقول لك عليها دلوقتي بس ما نخلص الطاجن. ايه ده بجد؟ طريه شويه، معرفش ليه حاساها طريه. اوعى عادي جدا، انت في ايديك ان انت تنشفها، لان ديت انت بتعملها كغطا للطاجن مش اكتر يعني. الدقيق دي كمان عشان الدقيق ان هو كويس شويه، فايه مش زي الدقيق الشامي. الدقيق الشامي بتلاقيه في العجين بينشف بسرعه، لكن الدقيق الابيض دوت بتلاقيه طري باستمرار، فبيحتاج ياخد كميه دقيق كبيره. بس يلا اوعى، عشان بقى افردها واحطها على وش الطاجن عشان الطاجن ينزل على بابا على الفحم. يا رب يكون بابا قلت له يولع لي الفحم. قلت له يولع لك فحم؟ ما اعرفش بقى المفاجأة اللي انت عاملها له، يلاقيك بقى نازل له بالطاجن بقى. انا كنت بقى اخلص الطاجن قلت له يولع لي الفحم. العجين كده حلو، ملمسه حاجة. يلا يا سمير تعال. بص
كده انا اعتقد انها تيجي على وش الطاجن. يلا افردها معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. متشدش جامد، بالراحة. ايوه اقفل الاطراف بتاعتها بالراحة عشان ما تتفتحش من النص. تقفل بس الجوانب بتاعتها كده علشان تكتمها عن الايه، عن الحرارة، وتستوي وتاخد راحتها في الصور. تمام. كده خلصنا الطاجن بتاعنا وقفلناه. وبقت حاجة بسم الله ما شاء الله زي الفل. خلاص عشان ما يتفتحش من النص. ايوه كده من النص حلو. خلاص. نغطيه بحاجة تيجي مقاسه علشان ايه، ياخد الحرارة من تحت من الطاجن والحرارة من فوق من الصينية، تلاقيه مسك. وهتلاقي الرغيف ده كمان استوى معاك فوق بقى زي الفل. كده نركن الطاجن وكده ننضف المكان بتاعنا. هو كده هو كده جاهز على انه ينزل الفحم. في مفاجأة بقى عاملها لك، لما انت قلت لي ان انا النهارده هعمل لك مفاجأة، قلت وانا كمان انا ما كنتش لسه اعرف انها مفاجأة عصافير، قلت اعمل لسمير مفاجأة ورحت جبت لك اجنحة. الله، ايه رأيك؟ انا بحبها. اجنحة ما شاء الله عملاقة، اجنحة فراخ. مسكتها طبعا ونضفتها بالخل والليمون، ونقعتها شوية في الخل والليمون ونضفتها علشان الزفارة وكده. ورجعت حطيت لها التتبيله بتاعتها، هي بصل، طماطم، قرفه، جنزبيل، كمون، كزبره، فلفل اسود، ملح، بصل، وعصره ليمونه، وحبه خل بصوت. ده عشان خاطر الزفاره برضو، وعشان خاطر تضمن ان هي طالعه كويسه وملهاش ريحه. وبتحط معاهم طماطم، الطماطم عشان بيدي لون احمر في الشوي. يلا بقى علشان خاطر ننزل نشوي الحاجات دي تحت. ماشي يلا بينا. بالفعل. ودلوقتي يا جماعة هنعمل صينيتين رز، صينية بالبيض والبسطرمة، وصينية بالكبد والقوانص، وانا وماما هنعملهم. وكمان احنا جهزنا الحاجة وديت اللي هي عارفينها، اللي هي البسطرمة بالبيض. تمام. وهنعمل التانية اللي هي كبد وقوانص، ودلوقتي ماما هتعملها. يلا يا ماما نعملها. يلا يا حبيبي. انا بيلي عشان مش عارف اي حاجه. احنا طبعا متفقين مع بابا ان احنا متفقين معايا نعمل الرز بالكبد والقوانص، لكن نعمل الرز بالبيض والبسطرمه، لكن هنعمل حاجه تانية مفاجاه، صينيه رز برضو، بس بدل البيض والبسطرمه هنعملها بالايه، ايه ده، ميه دي بالكبد والقوانص. دي حبه ميه بسيطه من تحت عشان خاطر حبه ميه بسيطه يا جماعه ما يلزقش. حبه ميه عشان الرز ما يلزقش. اه ماشي. وهنا مجهزين اهوت حله الرز بشعريه، بينزل الرز، نزل فرشه رز، رز في الصينيه، فرشه ساعتي كده ما بتبقاش ايه، هاتي معلقه تخينه للدرجه، فردها اكنها فرشه بالظبط. فيك فيك فيك. بعد كده يا جماعه نفرشها فرشه واحده. بعد كده ننزل على البيض. لا يا حبيبي ثانيه، واقفه اهوت بساعدك. بس انا عارفه ان الفكره دي فكرتك انت يا يوسف، ودي ان شاء الله هتعجب برضو بابا، عشان احنا عايزين نعمل كل حاجه تبسطه، كل حاجه جديده اكيد. هو دلوقتي يا جماعه دي طبعا اللي انت متفق مع بابا عليها، اللي هي هو دلوقتي كده يا جماعه الرز بالبيض والبسطرمه. دلوقتي كده بابا بيكمل الشوي تحت، ولسه هنعمل بقى المفاجأة لبابا اللي هي اللي ايه، اللي هي الرز بالكبد والقوانص، العصافير بتاعت العصافير والحمام.
خلاص كده فردنا صينيه الرز شكلها جميل. ندخل على ايه تاني؟ نزل بس الطبق ده نركن فيه على جنب كده. نفقش البيض اول بيضة يا جماعة خلصت. دي كام البيضة؟ الرابعة التالتة قصدي. ايوه هي تقريبا الصينية دي هتاخد اربع بيضات. كويس بالنسبة حلو. واحدة هنا واحدة هنا واحدة هنا واحدة. وطبعا هنضرب البيض كويس. فاكر هتقليه ولا لا؟ فاكر. ثواني يا يوسف عشان البيض لازم يبقى داخل في بعضه كويس. فرشة البيض دي طبعا احنا عارفين ان البيض ايه اللي بيمنع الزفارة بالنسبة له؟ الكمون. حبة فلفل اسود صغيرين جدا. ليه؟ عشان زفارة البيض. كده دخلنا الفلفل الاسود في الايه؟ في البيض. في البيض. هاتي انا اعمل الفرشة دي. هينزل ننزل عليها بالايه؟ بسطرمة. بالبسطرمة. هتتقطع في قلب البيض. بعدين قطعها يا يوسف عشان مش عايزينها تنزل ايه كبيره. بقطعها على قد ما اقدر عشان ما تكونش ولا صغنطوطه ما نحسش بيها ولا تكون كبيره. كل طبعا ما هنزود بسطرمه كل ما هتدي طعم احلى وشكل احلى. اكيد بسطرمه مفيده وجميله. بس يا رب بقى تعجب بابا. اكيد. والا المفاجاه بقى يا يوسف اللي هنعملها له اللي هي الايه؟ الرز بالكبد والقوانص. مش اي كبد وقوانص ده بتاع عصافير بتاع ام عصفوره. اقلب ثانيه يا يوسف كفايه كده من فوق. حطي الواحده كده بس. وكل ايه كل حد برضو على حسب امكانياته في البسطرمه. ففي اللي ممكن يعني عادي هو مش ممكن بالمقارنات دي. ممكن تحط بسطرمه اكتر ممكن تحط بيض اكتر على حسب الصينيه. شوفوا اللي هيقضوا ايه الصينيه ويعملوه. قلبي بس قلبي البيض بقى بالبسطرمه بتقلبي احسن. خلاص ده خلاص. هننزلها على طبق الرز. دخلنا البيض كويس في الايه؟ في البسطرمة. احنا هننزلها على الرز. ننزلها على وش الرز. في طبقة تالتة. بقى المفروض ان هي بتخش فرن البوتاجاز. احنا هنعملها بطريقه جديده عشان احنا متعودين ان نعمل شله جديد انها تتعمل على الايه؟ الفحم. هو دلوقتي يا بقى بيعمل في التوجن تحت. كده ثواني. في طبقه ثالثه هتحطيها؟ لا خلاص كده كده هتنزل على الفحم. حط رشه زيت عشان ما تلزقش. لا يا حبيبي كده سوينا وش الصينية. كده خلصت وبقت جاهزة. بقت جاهزة اهي. شكلها تحفة. يلا ننزل على الفحم. يلا نشوف شكلها ايه لما تخلص.
ودلوقتي يا جماعه هنعمل صينيه الرز بالبيض والقوانص بتاعت العصافير. ماما دلوقتي بتعمل فيها. حطيت ايه يا ماما؟ حطيت حبه زيت ذره، حبه زيت ذره يا جماعه، وحته زبده صفرا صغيره. ونشوح بس الاول كده البصل حتى لما ياخد اللون الايه؟ الاحمر. اه واحنا غسلنا الطبق القوانص وشطفناهم من امبارح. هوريها لهم. حته بدو القوانص، جبت بدو القوانص بتاعه العصافير اللي المفروض ان احنا عملناها في الطاجن في الفحم. جميله 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 في الاكل كده. البصل خلاص اهو قرب يستوي، ولازم هو متهيألي خد الحته الحمرا خلاص، خد الاحمر لا لسه خمسه عشان ما يبقاش ايه البصل دبلان كده وناي. فاهمة بحب البصل هو بيكون دبلان مش حلو. ده لونه احمر دهبي جميل خالص اهو، نيجي منزلين عليه بتوع القوانص عشان ايه يتشوح. وكده هنسيبها لما ايه لما تتشوح فيها، وهنا بتقلب بتقلب على نار هاديه عشان هي اصلا صغيره وما بتستحملش الايه النار الشديده. اهو كده قد الفتليك موجود. وماما ماما بتكمل دي الكبد والقوانص بتاع العصافير. هنا في كمون، فلفل اسود، كزبره، حبه شطه حمراء بسيطه جدا تدي ريحه وطعم في الاكل، وملح بسيط جدا على حسب الرغبه. ننزله على الكبد بتاع القلوب بتاعت العصافير ونقلبها. وبقت شكلها دلوقتي جميلة. عشان بعد كده هنزلها ده باقي الرز اللي اتبقى من الصينية الأولانية اللي هي كانت البيض بالبسطرمة. هينزل عليها. هي بسيطة جدا وقليلة بس عشان خاطر الكبد أصلا بتاعت العصافير صغيرة ايه ما تبقاش كتيره للضرب. كده نزلناها بتوابلها بالبصل كله بعد ما استوت، ان لازم نحط لها حبه ميه صغيرين ونسيبها لما تستوي. نقلبها تقليبه بسيطه ونسيبها بقى لما تسخن، عشان بعد كده هنفردها في الصينيه وهتروح على فين؟ على الفرن. نغطيها ونسيبها خمس دقايق ونرجع لها تكون سخنت عشان نفردها في الصينيه وتدخل على الفرن. ودي الصينيه المناسبه ليها. ونشوف هنكمل ونرجع تاني. دلوقتي انا اقنعت بابا ان هو يسوي لي طاجن العصافير في الفحم بالطريقه العربي، ان شاء الله تعجبه. دلوقتي هنوريكم احنا بنعمل ايه. وانا تعاونت معاك على فكره، ما انت بقى كده ايه دبشتني. ايوه. طيب دلوقتي احنا بعد ما بنولع، هو هيعجبك يعني. احنا بعد ما نولع اول طبقه احنا بقى ايه مقضيينها بقى قصعه علشان خاطر طبق فحم كده، عشان خاطر ايه وحاطينه جوه شوايه كمان لان احنا مش عارفين نقاوم النار ازاي. فاحنا هنحط ايه الفحم، احنا ولعنا شويه فحم وبعد كده حطيناها على الاطراف، وهنبيت فيها الطاجن وهنغطيها من الجناب وهنرجع نولع فوقها كمان فحم. وهنوري لكم بقى بعد الدنيا ما تجهز ان شاء الله احنا وصلنا لايه. ودلوقتي نحط الطاجن. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا يسترها يا سمير اللي انت بتعمله في الملعب. لا 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 مش هينفع. هات الخشبه دي. استنى استنى.
نوسع لها شويه. الطاجن عشان الطاجن يخش. الطاجن خلاص كبير قوي بس. ثانيه واحده. طبعا احنا حاطين بتاعتين رخام عشان يمسكوها من الجنبين عشان ما ايه؟ ما تتقلبش. ما هو الطاجن كده كده متغذي. متغذي ما هو انا نفسي مش عارف اتغذى جنبه والبتاع دي صغيره عليه. ان شاء الله يجي. ان شاء الله يا سمير في التدبيس الجميل ده. ده متغذي عصافير وخضار. يا عم نشوي وراك فراخ قبر. نشوف وربنا لو ما طلعت حلوه لا هشويك مكانه يا سمسم. ده ماما كمان عامله لي مفاجاه. تمام كده احنا حطيناه في النص بالظبط وهنبدا نقفل عليه الفحم ونجيب بقى فحم زياده كمان نديله طبقه عشان نقدر بقى من فوق ومن تحت لا وكمان كله. وكمان لسه ماما محضره لنا شويه حاجات زياده هتتشوي بقى وانا هقضيها على العصافير بتاعتك يا عم سمير اما نشوف عصافيرك دي هتشبعنا ولا لا. نمت على نفسك انت يا يوسف. هنتابعكم باللي جاي. بسم الله الرحمن الرحيم. كده احنا حطينا فحم حوالين الطاجن. طبعا الطاجن مطلع ريحه جامده جدا جدا معرفش طالعه ازاي ان احنا كاتمينه بس هو بدات البشاير تهل. طبعا بقى عشان نستفاد بالفحم الكتير قوي اللي حوالينا ده مش هنسوي الطاجن بقى عرباوي على طريقه العشاب. ها ابعت انت وامك والمفاجات اللي بتعملوها. تعالى يا يوسف امسك كده بص خدك كده جنبك هنا حبيبي وابن حبيبي. اعمل ايه طيب؟ ولا لسه قدامها شويه؟ لا حلو كده حط سافر اهو. امسك بطي. ايوه خليك ماسك كده سمير هات بقى المشي. ايوه خليها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه بقى المفاجآت دي؟ حاجات حلوه حلوه ضخمه. اجنحه دي اجنحه ضخمه؟ اه اجنحه التنين. اجنحه التنين بتاعت ماما. ايوه هي اكيد عملتها سربرايز عشان لو العصافير ما عجبتنيش بس هتعجبني عشان انا بعملها بالطريقه الجهنميه. طريقه الجهنميه. لا الموضوع اختلف يا ولا. انا كده ريحه الطاجن شايف عماله تنفس من كل حته ازاي مش عارفه تجري ازاي مننا. فاحنا مضطرين ان احنا بقى ايه مش نشمها وبس. يوسف احضر لنا انت كمان اكله. طب يوسف سمير عمل لنا اكله جميله طاجن العصافير واقنع ماما انها تعملها بالطريقه العرباوي اللي احنا متعودين عليها. احنا ندفن في الفحم. طيب وانت يا عم سمير عملت اللي عليك وقلت لماما وماما ساعدتك وعملته. طيب والاخ يوسف استنى عليا انا ساعدت بالفحم ها وبالتسويه وانا ساعدت في الطاجن. يوسف بقى ماما عملت لنا بقى والواجب بتاع الاجنحه التنينيه. طبعا استفدنا احنا كده بباقي الفحم اللي حوالينا. كل الفحم ده احنا استفدنا بيه ان احنا بصينا حواليه والطاجن اهو. وكمان في فايده حلوه ان احنا ممكن اللي يستوي نركنه فوق يفضل سخن ونسخن العيش ونروق الدنيا. هات العيش بقى عشان ده مش عيش ده احنا المفروض ان احنا نعمل الصواني بتاعت مش ايوه نجيب صواني ايوه هات العيش بس العيش ده في الاخر صح؟ ما عندكش حلوه فكره حلوه لينا يا يوسف؟ ما عندكش فكرة حلوة كويسة؟ الرز يا ابن العرس أبو بيض. قول لي يا بابا عندي فكرة حلوة هنعمل بقى معاهم إيه؟ رز ولا إيه؟ نوقف نوقف. ودلوقتي معانا اللي أجمد واللي أجمد. الله يا يوسف الله يا يوسف بيض بالبسطرمة مع الرز. يو 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 أنتوا يا جماعة الأفكار الجامدة دي. انا كده لازم اقوم بقسم المساعده مش الشاوي وبس. وطبعا احنا بنقطع الطبق اللذيذ بتاعنا كده وبنبدا نطلع منه اول خرطه عندنا. ويا سلام معانا كمان الرز. الله 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 لا لا انا لازم اشتغل لكم يا جماعه النهارده انا الغريف بتاعكم يا اولاد. الله الله
وبكده طلعنا تاني صنف جميل جدا. الله، ايه تاني دلوقتي؟ اول حاجة عندنا العيش المحمص، حمص فوق الطاجن تحميصة محترمة. ماشي يا سمسم، مقبول اول طلب. ودلوقتي كمان تاني حاجة عندنا، هنبدأ نطلع مشوياتنا الجميلة للأخ سمسم. الأخ ماما، الأخ ماما طلعت تسلم ايدك يا ماما. انها مفاجأة، انها مفاجأة لذيذة. طبعا انتوا بتسألوني البواسير بتيجي منين، اكيد من كمية الفلفل الرهيبة اللي مش قادرين نقاومها، اللي ساعة ما نلاقي نفسنا كويسين نهجم عليها. ثانية واحدة، ثانية واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واخر قرن فلفل بقى معانا. ودلوقتي معانا اخر حاجة اللي احنا خايفين منها ومش عارفين شكلها هيطلع ايه. احضرينا يا ماما بعد اذنك، لازم تشوفي العرض الجامد ده. وده طاجن عصافير مدفون في الفحم، طاجن عصافير، اول طاجن عصافير مدفون في الفحم بيتي في مصر. لازم نشوفه ونقول ربنا يستر، يا ترى هيطلع شكله ايه، يا ترى الفحم كان شديد عليه ولا طلع حلو، يا ترى ماما ظبطت الصلصه بتاعته ولا لا. نضفنا كده طبعا، احنا مش قادرين نرفع الطاجن لانه سخن جدا في وسط الفحم، بس كل اللي هنقدر ان احنا ناخده من هنا، احنا هنغرف من مكانه. بسم الله الرحمن الرحيم. واو واو. طبعا احنا عارفين ان اول طبقه لازم تنحرق، واحنا متعودين على هتيجي بقى. ايوه احنا عملنا الطبق ده، عملنا عشان اوه اوه اوه. اوعى 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 الفحم. واو بجد، ثانية واحدة، شغل العدسة اللي في دماغي اللي انا عامل بيها مكبر الصوت. اوعى بو يا جماعة جحدة. طب دي هنا ودي طبعا ما بتتاكلش ولا دي يا جماعة. واو. غطا سيرفيسنا الجميل. يلا دلوقتي هنبدأ نطلع البطاطس بتاعتنا من الطاجن. من واضح ان في الفرشه اللي في الجنب، مش مشكله الفرشه اللي في الجنب ما تشغلكش، اهم حاجه طاجن يا حبوب. بو لا، هو ماما عملته ني في ني شكلها. اه انا لسه ما شفتش الفيديو، بس هشوف وهعرف هي عملته ازاي. واحلى طاجن عصافير في الفحم. مفيش كده بقى، اصبري لما اخلص ده اخش على اللي بعده. ما انا عارف انك مستعجله، واحنا كمان مستعجلين جدا جدا. دي مولعه الطاجن، مش هنقدر نشيله. لو شلناه ده هتشيله. الموضوع صعب يا جماعه، قوي قوي قوي. اوه الشقه اتملت، الشقه اتدفت. دي العصافير الخطيرة. اوعى 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 اوعى. على فكرة طلعت جامدة يا جماعة، وأنا بشجع طاجن. تسلم إيدك يا ماما، تسلم إيدك يا سمير. أنا مش مصدق، وطبعًا طالع بدون أي صوص ومش محروق، ودي أحلى حاجة موجودة في الفحم، إنه بينشف ونيف نيف. هو صحي جدًا، أنا بحبكم يا جماعة. أنتم حاسين إن بابا عايز أكلة مميزة؟ فعلا فعلا كده. بقى اسيبه الطاجن مع نفسه. وكده خلصت الطبق بتاع النهارده لاولاد يا حبايبي، يا رب بس يعجبهم. اللي هو اتفقنا مع بعض عملناه، رز والرز بالبسطرمه، والرز بالكبد والقوانص، والاجنحه المشويه، والبطاطس بالعصافير اللذيذه. والف هنا وشفا ليهم يا رب، بس يا رب تعجبهم. اكل انا كمان بقى يا جماعه. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. مش عايز حد يسيب حاجه في الاكل اللذيذ ده. اوعى، انا بص هجري وراك، ما تقفش بصراحه فيه وعايز اكل. بص طب ايدك ماما، الاكل مشكله، وبالذات البسطرمه. عايزين نشوف ده طعمه ايه.
طب والمشويات بقى تتبيلتها عامل الله لذيذة. العصفور ده اقلبه ولا اكله؟ بص يا جماعه ان العصفور عامل ازاي، ولا العصفور ما مصدق ان انا باكل عصافير. ده الورك بتاع الفرخه اكبر منه، بس مضطر اكله. ابني بقى وجابه. ها يا عصفور عكرينه، انا اكلها كده من ابصمص ولا اعمل ايه؟ بصمص على بصمص ولا على بعضه؟ انا نار اسود عصفوره بكتير يا هلا نار اسود الحق. ها على بقى على طول. ايوه على فكره عظمها جايب مفيش عظم عشان الطاجن بيكون حراره وطعمها لذيذ. نهار ابيض انا حبيت الطاجن ده. عمل لك ايه مع كده يا حبيبي؟ نوردر فكرة لذيذة. طيب بس ده بيدك على الرز ده نجم. لا بجد بنسوي الطاجن حلو قوي. ألف هنا عقبال الأكلة الجاية إن شاء الله. اعملوا لنا مفاجآت بس ومالكوش دعوة، أنا هسويكم. أنا هحضر لكم. تعالوا كلوا معانا بقى أقول لكم، أنتوا عرفتوا الطريقة. اللي عايز يرجع بقى الإلهام يقول لها ايه الطريقة، تبقى هي تقولها له براحتها، او تابعوا الفيديو من اوله وانتوا تعرفوا. سلام.